التفاؤل هو أحلى شيء ممكن الإنسان يعني يتحلى بيه، لأنه التفاؤل هو عبارة عن إرادة حلوة، إرادة بقوة. أنا لسه ببص طبعا النهاردة تاريخ 21 ديسمبر بداية الموسم الشتوي رسميا بالأرقام، و 21 ديسمبر نحن نقترب من عام جديد يعني يفصلنا عنه 10 أيام. ترجع ورا كده وتقول 10 أيام وتبدأ يعني في عام جديد نتمنى فيه كل الخير. عندنا حاجات كتير جدا عندنا تفاؤل بيها، عندنا ولاية جديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بنأمل إن احنا نشوف فيها كمان مشروعات جديدة، نشوف مصر بتخطو خطوات مختلفة، نشوف تكملة لكل ما تم التنمية فيه في هذا العام تحديدا والسنوات السابقة. أنا عندي أمل، كل الأمل إنه هنشوف حاجات مختلفة، ولكن السؤال هنا هل العمل فقط على انتظار حكومة جديدة، انتظار الولاية الجديدة، ولا إحنا كشعب لينا دور؟ بعد الانتخابات الرئاسية اللي إحنا شفناها وشفنا الشعب المصري واقف وثابت وموجود وحقق هذه النتيجة يعني المشاركة المشرفة اللي كان موجود فيها الشعب المصري، أعتقد إن إحنا بقى عندنا دور، عندنا دور كبير جدا زي ما المكنة بتدور في كل المواقع، إحنا عندنا دور. فالسؤال هنا طب وأنا بشتغل في شغلي أنا عندي دور، أنا أقدر أنقل بلدي؟ طبعا أكيد كل واحد في مكانه هيقدر ينقل بلده لقدام بالجدية، بالالتزام، بالمواظبة، اللي هي فكرة ودقة ساعة العمل. أنا نفسي يكون ده عنواننا، يكون عنواننا للسنة الجديدة. ساعة العمل أصلها بتاخدك لحاجات كتير قوي، بتخليك تنتج، تتحسن، تعمل حاجات مختلفة، وتبقى أنت حد مختلف. لما ترجع تشوف على كل هات الخريطة المصرية من 2023 لبداية 2024، مصر الحقيقة بذلت مجهود كبير جدا، أحداث عظيمة، مجهود في التنمية، المشروعات. إحنا كمان كشعب، أنتوا في بيوتكم، ولادكم، حالكم، كلنا الحقيقة بذلنا مجهود، لكن المجهود ده لازم يكمل ولازم كلنا نكمله بالخير. تفاؤل، والتفاؤل ده طاقة إيجابية، تفاءلوا بالخير تجدوا إن شاء الله خير بإذن الله. النهاردة عندي فقرات كتير جدا هتبقى موجودة في التاسعة، وأتمنى أن أنتوا تشاركونا في الفقرات دي بإذن الله. بنحاول نقدم لكم مجموعة من الأخبار المتنوعة من كل مكان علشان تبقى كده وجبة لطيفة، وحضراتكم موجودين يوم الخميس بإذن الله نقدر نتفاعل معاكم فيها. خليني كده أبدأ معاكم بالخبر الأول. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين. طبعا احنا عارفين ان دي دائما هي كلمة الرئيس السيسي في كل مكان، وجاء ذلك اليوم خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة، وكان بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللورد طارق أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، بالإضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة جارث بايلي، وأيضا صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الوزير كاميرون سلم السيد الرئيس خطابا من رئيس الوزراء البريطاني وريتشي سوناك، وكان طبعا هذا الخطاب قدم خلاله التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. طبعا يعني هذا الكلام زي ما احنا شايفينه بيؤكد زي ما قلنا في البداية دور مصر الجيوسياسي، كمان دور مصر كان مهم قوي. خلينا نروح لمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة وهذا اللقاء مع الكاتب الصحفي الزميل إسلام عفيفي. مساء الخير يا إسلام. أهلا وسهلا أستاذ شفكي وبالسادة المشاهدين. يعني خليني أقول كده، مصر هي مفتاح حل القضية الفلسطينية، هل تتفق مع هذا العنوان؟ بالتأكيد طبعا، يعني ومن سوى مصر يكون مفتاحا ورقما
وأساسيا في هذه المعادلة وفي هذه القضية المركزية بالنسبة لمصر وبالنسبة للمنطقة الدول العربية والعرب وبالنسبة للإقليم وعلى كل المستويات وعلى كل المحافل وفي كل الدوائر. مصر هي مفتاح الحل، ومصر هي يعني دايما بقول الحارس الأمين والمحامي الأول عن القضية الفلسطينية حربا وسلاما وتفاوضا ودفاعا وعلى المستوى الدبلوماسي وزي ما بقول لحضرتك في كل المحافل. طيب خليني أقف عند الجملة اللي السيد الرئيس يعني كلموا فيها ديفيد كاميرون، هو بيقول له إن مصر هي مفتاح كمان الأمان للمنطقة. يعني ماذا يقصد لمفتاح الأمان؟ ما مفتاح الأمان ده ليه أشياء كتير جدا، أنت عندك معبر رفح، عندك الشاحنات اللي بتدخل، عندك رؤيتك، عندك تصميمك بأنه لا للتهجير القسري. يعني خليني كده، خلينا نفصص الكلام أكتر. طبعا الكلام يعني تحليل مضمون ما قاله السيد الرئيس واضح تماما، واعتقد اني وصل جيدا للسيد ديفيد كاميرون وزير الخارجيه البريطاني عندما تحدث يعني الرئيس عن ثوابت التوجه المصري والموقف المصري فيما يتعلق بالقضيه. اعتقد ان يعني هذا الكلام وصل من قبل، والرئيس يؤكد عليه من جديد مره مع ريشي سوناك ومره مع صحيح السيد وزير الخارجيه للمرة الثانية بكلمات واضحة وصريحة ومحددة. الموقف المصري واضح تماما، لا للتهجير، لا لتصفية القضية، لابد من إدخال أو استدامة المساعدات وسرعة إدخالها وعدم يعني تعطيل دخول الشاحنات أو تكدسها بحجج ومبررات التفتيش وما إلى ذلك، لأن الصليب الأحمر ليس متواطئا في الحرب، ومصر ليست متواطئة في الحرب ولا أكيد تريد إشعال الموقف، وبالتالي هي مساعدات إنسانية. فإصرار مصر على استدامة ودخول وسرعة دخول المساعدات مسألة رئيسية وجوهرية فيما يحدث. طيب مطالبات مصر بوقف إطلاق نار وليس فقط هدنة، كلام أنا على صحيح مستقبل. أنا بتفق معاك إن هو ده الكلام اللي مصر الحقيقة يعني ثابتة الرؤية فيه منذ البداية. أنا عايزة أنتقل معاك لموضوع كمان أكثر أهمية، وهو أمن البحر الأحمر. يعني كلنا عارفين طبعا أنه أمن البحر الأحمر، قناة السويس، السفن اللي بتمر من قناة السويس، وما نراه وما نشاهده. يعني كيف ترى الموقف والكلام خاصة اليوم؟ يعني اعتقد ان ما يجري من تهديدات لامن الملاحه فيما يتعلق تحديدا بالشاحنات والسفن او سواء كانت تجاريه او نفط داخل او متوجهه الى اسرائيل، ومساله تهديد هذه الشاحنات وهذه الناقلات، كل هذا تداعيات ما جرى وما يحدث من عدوان واعتداء واضح. وبالتالي المنطقة يعني هناك نوع من التصعيد بيحصل، وهناك لا نريد أن تخرج الأمور عن السيطرة أكثر من هذا. يعني صحيح يجب احتواء الموقف، وإن حتى لا يهدد أمن قناة السويس يعني وهدنة وخروج تبادل الأسرى مع الرهائن، ونبدأ بعد ذلك في فيما يتعلق بالكلام عن القضية الفلسطينية وضرورة حل الدولتين. صحيح. اليوم يتحدث ديفيد كاميرون، وهنا يا استاذ شفكي يعني عشان الساده المشاهدين برضو يبقوا معانا، من هو ديفيد كاميرون؟ يعني ديفيد صحيح كاميرون هو كان رئيس وزراء بريطانيا حتى 2016 واختفى 7 سنوات، ثم صحيح تم استدعائه للمشهد بتعديل وزاري في حكومه ريشي سوناك الان. صحيح، لان احنا كلنا نعلم انه انت عارف انه بريطانيا كان فيها مشاكل كتير جدا، تغير رئيس الوزراء، وكان عندهم مشاكل داخليه كثيره جدا. صحيح. فهم صحيح علشان كده تصحيح المشهد عندهم كان محتاج صحيح عوده ديفيد كاميرون. طيب انا عايزه كمان اكد على الخطاب اللي تم تسليمه من ديفيد كاميرون، خطاب خاص بريتشي سوناك، وهو خطاب كمان خاص وتقديم التهنئه للسيد الرئيس بفوزه بولايه جديده لمصر. اعتقد انهم الان يشعرون باهميه وجود السيد الرئيس في مصر وفي المنطقه. اعتقد ان يعني ان الخطاب هو خطاب طبعا تهنئه من جانب، و شكر وتقدير لدور مصر في مسألة المساعدات وفي مسألة طرح الحلول ومحاولة التوسط ل يعني إنهاء الأزمة وتهدئة
واحتواء تداعياتها ومسألة الرهائن ودور مصر فيما جرى من تسليم رهائن منذ فترة، وبحث مصر عن يعني عن حلول مقبولة تحمي المدنيين والأبرياء من جانب، وتجعل القضية حاضرة في المشهد أمام المجتمع الدولي في سواء في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن. يعني أعتقد أن محاولات مصر لأن تكون دائما مصر تسعى إلى دبلوماسية استباقية لا تنتظر تفجر الأوضاع صحيح. وتبحث عن حلول، ولكن دائما يعني كان حديث مصر استباقيا فيما يتعلق بضرورة دخول مساعدات منذ بدء العدوان صحيح. ضرورة وقف العدوان وهدنة، ضرورة وضع القضية أو حل الدولتين باعتباره هو الملاذ الآمن للجميع، وأنه طوق النجاة للجميع وللحفاظ على الأبرياء أو المدنيين من الجانبين. وبالتالي مصر هي صوت العقل في المنطقة. السيد الرئيس في الدبلوماسية الرئاسية واتصالاته المكثفة الدؤوبة مع زعماء العالم والشركاء الدوليين، أعتقد أن يعني وضع الأمور في نصابها الصحيح أمام العالم كله. كانت هناك سردية واحدة هي السردية الإسرائيلية في بداية الأزمة صحيح. وبداية العدوان صحيح. وكان العالم كله يصدق، وتحدث بايدن بهذا الكلام يعني وتراجع فيه الإعلام الغربي نفس الأمر صحيح. اللهجة داخل بريطانيا الآن مختلفة، الإعلام صحيح. الغربي الآن يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار. الضغط الشعبي وضغط الشارع على الحكومة البريطانية تحديدا كبير جدا. شاهدنا مظاهرات هل أستأذنك هنا أستاذ، بريطاني بيخرج في مظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار وضرورة حماية الأبرياء والمدنيين. كل هذا جهد دبلوماسي كبير جدا في المقدمة صحيح. منه السيد الرئيس ومصر في المقدمة فيما يتعلق بهذا الأمر. وبالتالي أصبح هناك سردية أخرى هي سردية الحقيقة والوقائع وضرورة التدخل. ونتيجة ده رأينا في الجمعية العامة للأمم المتحدة 153 دولة تعلن انها مع وقف اطلاق النار صحيح وضروره وقف وده تغير على فكره، ده تغير للمشهد، يعني ما كانش المشهد بالتأكيد. بهذه القوه في البدايه. طب اسمح لي هنا اسالك سؤال الكاتب الصحفي اسلام عفيفي، السؤال لو عملت لي مقارنه سريعه، يعني تتذكر معي لما جه ريتشي سوناك في البدايه خالص بدايه طبعا الحرب على غزه صحيح. كان الموقف شويه لسه مختلف. الان نرى وزير خارجيه البريطاني موجود ديفيد كاميرون وخطاب من ريتشي سوناك، ونلاقي الموقف أكثر دعما مع مصر لأنهم وجدوا ماذا قدمت مصر في هذا التوقيت، يعني في هذا الوقت، يعني في هذه الأحداث ماذا قدمت مصر. فأعتقد أن الموقف يتغير كثيرا لصالح مصر. بالتأكيد الموقف يعني يتحرك في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالقضية ودعمها، والمجتمع الدولي كله بيتغير من بين المجتمع الدولي بريطانيا، وهي دولة كبرى ودولة معنية بالأمر بشكل كبير جدا، ولا يعني ديفيد كاميرون بمواقفه. خلينا نقول ان ديفيد كاميرون نفسه يا استاذ شافكي هو رجل يقبل الحلول المعتدلة والوسطية، دي حقيقة. هذا هو توجهه من 2010 مزبوط. امام مجلس العموم البريطاني مزبوط. عندما تحدث عن غزة في أزمة مشابهة صحيح. ان غزة اصبحت سجن مفتوح ومعسكر اعتقال من جانب سلطات الاحتلال صحيح. وقال صراحة امام مجلس العموم ونقلت ذا جارديان في وقتها، وقالت ان نحن حقيقه نحن ندافع عن اسرائيل وعن موقفها وعن وجودها وعن امنها واستقرارها، ولكن صحيح. ما يحدث هو مرفوض تماما. دي كانت تصريحاته القديمه وقت ما كان هو رئيس وزراء، عندما رئيس وزراء مظبوط. هذا كان موقفه. ولكن هل تعتقد انه اسرائيل ممكن تعود لتقرا المشهد كما قرأه ديفيد كاميرون في الماضي، ولأنه المشهد ينطبق على الآن، هي غزة صحيح. حتى الآن سجن صحيح. ولكن سجن مع الإبادة، هل تقرأه من جديد العقلية الإسرائيلية؟ صحيح. خليني أقول لحضرتك قبل ما نبدأ المداخلة يعني بلحظات أو بساعة أو أكثر، إسرائيل تسحب لواء كامل من غزة، لواء كامل دخل منذ 60 يوم يقوم بعملية يعني دك وقصف من الداخل صحيح. سحب هذا اللواء الكامل، اللواء الغولاني، اعتقد انه يعني لن اقول هزيمه، ولكن اقول هو اعاده ترتيب اوضاع واعاده تفكير بشكل مختلف من جانب سلطه الاحتلال.
لان كل انا هحاول اخد الجمله دي واعمل معاها امنيات لعوده العقل، اعاده الترتيب، اتمنى ان تقول. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اسلام عفيفي على كل هذه التفاصيل وايضا على هذه المداخله والتصريحات، اشكرك شكرا جزيلا. زي ما تابعنا ستظل مصر هي المحور، هي المنطقه اللي تقدر منها تتحرك وترى كمان كيف يدور أو تدور أحداث الشرق الأوسط وتحديدا في هذه المنطقة الساخنة بالأحداث. الليلة عندي عدد من الأخبار في انتظار حضراتكم، فصل قصير يفصلنا، نعود ونستكمل معكم باقي أخبارنا في خميس التاسعة بإذن الله، ابقوا معنا. زي ما قلت لحضراتكم في البداية وإحنا بنتكلم عن نهاية عام وبداية عام، وكنت بتكلم على إن مصر فيها تطوير كتير جدا حصل في هذا العام، حاجات كتير جدا بتتغير، تطوير في المؤسسات والهيئات، وده السبب إنه حاجات كتير جدا تتغير للأحسن. منها الخبر اللي جاي ده، أعلنت وزارة الصحة إلغاء تسجيل المواليد والوفيات ورقيا، يعني زي ما كنا بنروح كده نكتب يبقى عندي شهادة الميلاد الورقية، عندي ابني فلان اللي اسمه كذا، أمه كذا، أبو كذا، وهيتم استبدالها بالتسجيل الإلكتروني. خطوة مهمة جدا، لكن ليها تفاصيل كتير أكيد، وأنا متأكدة أن أنتوا حابين تفهموا كل التفاصيل دي وتعرفوها كمان. المشروع ده هيبدأ يا ترى إمتى، وتنفيذه هيبقى إزاي؟ واللي عنده مثلا مولود اليومين دول، يعني ناس اللي هيبقى عندهم مواليد في هذا الأسبوع أو حتى قبل بداية السنة، يعملوا إيه؟ يروح يسجلوا إزاي؟ موقفه إيه؟ هيعمل إيه؟ الفوائد كمان من هذا القرار، خلينا نعرف مزيد من التفاصيل ينقلها إليها المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور حسام عبد الغفار. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير فشفي، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. يعني في ظل كل التطوير اللي بيحصل في حاجات كتير جدا في مصر، منها هذا الخبر، يعني قولي دلوقتي أنا هيبقى عندي مولود هيتم تسجيله إزاي إلكترونيا؟ تفضل. يعني في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي للدولة المصرية. النهاردة الدكتور خالد الغفار ووزارة الصحة والسكان بتعلن أنه انتهى عهد التسجيل الورقي للخدمات التي تقدم في مراكز الصحة، سواء كان شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، أو تصاريح الدفن التي يتم استخدامها في مكاتب الصحة. النهاردة احنا بنتكلم على ربط مكاتب الصحة وعددها أكثر من 5400 مكتب صحة بشبكة إلكترونية موحدة بالمركز الرئيسي في وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، عشان المواطن بيروح عايز يطلع شهادة ميلاد، بيروح يقدم المستندات اللي معاه، سواء بقى شهادة أو بيان الولادة من المستشفى أو من المكان اللي تمت الولاده فيه. اول ما بيقدمه بيتم تسجيل ده بشكل مميكن بالبيانات الخاصه بالاب والام، ويتم طباعه شهاده الميلاد المؤمنه على ورق مؤمن بيتم تسليمها، وفي نفس اللحظه اللي انا فيها رايح اسجل ان انا عندي بنت او عندي ولد اتولد وبحط الاسم ده، بيظهر في نفس اللحظة في الغرفة المركزية بوزارة الصحة والسكان. المشروع ده هو مشروع كبير جدا، تم بالتعاون ما بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط بالإضافة إلى قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان. طب سؤالي هنا أقدر أقول لحضرتك وإحنا بنتكلم في كام مولود، في كام لا قدر الله حد متوفى، في كام شهادة وفاة طلعت، في كام تصريح دفن، في أي خدمة أخرى بتتم في مراكز الصحة أو وحدات مكاتب الصحة اللي موجودة في ال 27 محافظة. واحنا بنتكلم النهارده انا اقول لك انا عندي رقم قد كذا النهارده دلوقتي، يعني فيها رصد سريع جدا، يعني نقدر نعمل يعني على طول رصد سريع لما يجري في كل محافظات مصر، يعني عدد المواليد اليوم في محافظات مصر نعرف الرقم على طول.
بالظبط يا طيب السؤال بقى، يعني دلوقتي الناس زي ما حضرتك شرحت كده، الناس تتوجه إلى وزارة الصحة وهي تقوم بالتسجيل الإلكتروني مباشرة. مكاتب الصحة اللي هم متعودين يروحوها، بدل ما كان بيستنى ويقدم شهادة ورقية ويقعد يستنى لحد ما تطلع الشهادة وتتكتب، البيانات بيتم تسجيلها في مكاتب الصحة في اللحظة على الحاسب الآلي، وبيتم طباعة الشهادة في خلال مدة لا تزيد عن 5 دقائق. خلاص، وياخد الشهادة مدموغة مختومة، مفيش بقى أي وموثقة إجراءات فيها ومؤمنة. روتين ولا بيروقراطية ولا أي شيء. بالظبط كده. ونفس الشيء ده بالنسبة في حالات الوفاة هيتم. بالظبط كده، في حالات الوفاة وتصاريح الدفن وأسباب الوفاة، بحيث إنه يعني يطلع ده في زي ما بقول لحضرتك كده في مدة زمنية لا تزيد عن 5 دقائق. ده شيء جميل. خلينا نقول إنه ال5 دقائق تغير الكثير في مصر بداية من العام المقبل بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. زي ما بقول لكم هتلاقوا حاجات كتير جدا بدأناها وبننجز فيها بإذن الله. العالم اليوم النهاردة نروح ونتكلم أكتر، نرجع تاني لمجلس الأمن. بينتظر قرار مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن وقف الحرب على غزة. يعني هذا الخبر والعنوان نتمناه جميعا. الدول الأعضاء الحقيقة أرجأت أمس تصويتها لليوم انتظارا للموقف الأمريكي، وطبعا كلنا عارفين أن الموقف الأمريكي بيلعب دور حاسم جدا في إصدار قرار بوقف الحرب أو لا. ده طبعا بيجي في وقت تصريحات متضاربة من وزراء خارجية بعض الدول الغربية بشأن موقفهم الحاسم تجاه الحرب. كلنا عارفين ان احنا في عدد من الدول الغربية لما الناس بتقعد تتكلم، لا هو عايز تفضل حالة الحرب دائرة وما فيش وقف لإطلاق النار. هناك حالة كمان من الترقب وكمان عدم الحماس والإصرار على وقف الحرب، وده احنا بنستغربه جدا بالذات من الأنظمة الغربية اللي مصرة على هذا الإصرار بأنه يفضل هذا القرار موجود. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل، نروح لدكتور أحمد سيد أحمد المتخصص في العلاقات الدولية بالأهرام. مساء الخير يا دكتور أحمد. أهلا بك أستاذ شفقي. دكتور أحمد، يعني خلينا نعرف ماذا يدور في مجلس الأمن تجاه وقف إطلاق النار. يعني في الواقع أن هناك مشروع مقدم من الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري وعاجل ودائم لإطلاق النار مع إدخال المساعدات الإنسانية. وهذا القرار، هذا المشروع تم تقديمه يوم الاثنين وتم إرجاء التصويت عليه 4 مرات. تمام. واليوم المفترض أن مجلس الأمن يصوت عليه، وهذا التأجيل بيرجع لأن هناك تباينات في المواقف خاصة الجانب الأمريكي. أمريكا تريد تعديل صيغة القرار بحيث يتوافق مع يعني موقفها مع موقف الإسرائيلي فيما يتعلق بنقطتين. النقطة الأولى أنها لا تريد وقف دائم لإطلاق النار وإنما هدنة إنسانية. النقطة الثانية، هناك آلية يتضمنها القرار، تتضمن أن تشرف الأمم المتحدة على المساعدات الداخلة لقطاع غزة من ناحية قطاع غزة بحيث تصل إلى المساعدات إلى الأونروا والمنظمات، بينما ترفض أمريكا وإسرائيل يعني وتزعم إسرائيل أن يعني لها الحق في تفتيش هذه المساعدات، وبالتالي هذه نقطة عالقة. يعني كان يدور هناك اليوم مباحثات كثيفة للوصول إلى صيغة توافقية. هناك أيضا بعض النقاط، يعني مثلا أمريكا تريد أن تتضمن مشروع القرار إدانة بشكل واضح لحماس والأعمال الإرهابية، بينما القرار يتضمن إدانة كل الأعمال الإرهابية بشكل عام ويعني إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وبالتالي هناك يعني مفاوضات للوصول إلى صيغة. أنا في اعتقادي أمريكا غير متحمسة لصدور هذا القرار، أمريكا لا تريد أن يكون المجلس الأمن دورا في إدارة الحرب في غزة، ولذلك هي تضع شروط. هي نعرف في 9 من هذا الشهر استخدمت حق الفيتو على مشروع قرار مشابه لهذا القرار. تمام. ووافقت عليه 13 دولة بما فيها فرنسا، وامتنعت بريطانيا، وكان هذا له مغزى. حتى الدول الغربية المؤيدة لأمريكا والمؤيدة لإسرائيل مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا كلها بدأت تبتعد كثيرا عن الموقف الأمريكي وتدعو لأول مرة إلى وقف دائم لإطلاق النار. ترى أن القصف العشوائي الإسرائيلي على قطاع غزة يؤدي إلى استهداف المدنيين بالأساس، وكما قال مكرون اليوم لا يعني أن تقوم إسرائيل بقضاء على حماس أن تسوي غزة بالأرض. وبالتالي بدأت مع المظاهرات والتحولات في المواقف الغربية، وهذا بالطبع يرجع إلى الدبلوماسية المصرية النشطة والفعالة في توضيح الأمور على الأرض الواقع. هناك تحولات حصلت في مواقف الرأي العام نظرا للصورة الحقيقية التي نقلها الإعلام المصري والدبلوماسية المصرية، ثم هناك الآن تحول
في المواقف الغربيه الرسميه بدات تدعو الى وقف اطلاق النار، وترى ان الحرب في غزه انما تستهدف بالاساس المدنيين، وبالتالي في هذا الجو هناك الان امريكا في وضع محرج، هي الان في مواجهه مع المجتمع الدولي كله، لان كل الدول تدعو باتجاه وقف دائم لاطلاق النار، بينما امريكا تصر على تبني وجهه نظر اسرائيل في هدنه مؤقته، تريد ان تضم القرار نقاط معينه، وبالتالي هذا سبب التاجيل. ولذلك يعني انا اتوقع الا ان تستخدم امريكا الفيتو ما اذا ما لم يكن هناك تعديل كبير للمشروع، بحيث ان في نهايه طيب خلينا هنا استاذنك ناخد نقطه اسال حضرتك فيها سؤالي الاخير، هل تتوقع بان ترضخ امريكا او تغير أمريكا من رأيها لسببين، التغير اللي حاصل في يعني الدول الغربية بأنها أصبحت الآن تميل أكثر أو عددا منها عشان نبقى أكثر دقة تميل إلى مسألة وقف إطلاق النار، وأيضا موقف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خصوصا وأن الاستطلاعات كثيرة يعني تبرز بأن بايدن الاستطلاعات ليست في صفه، بالعكس هو يعني يخسر كثيرا من شعبيته، هل ده ممكن يغير القرار الأمريكي؟ في الواقع عايز نقطة مهمة، أولا أمريكا الآن بين مطرقة وسندان، هي بين مطرقة دعمها المطلق لإسرائيل وأمن إسرائيل والاعتبارات كثيرة لإرضاء اللوبي اليهودي، وبين سندان الضغوط الداخلية داخل الحزب الديمقراطي، تراجع شعبية بايدن في استطاعات الرأي في انتخابات الرئاسة، هناك ضغوط عالمية، ضغوط دولية حتى من الحلفاء الأوروبيين، وبالتالي هي تحاول بحث عن موقف يعني توازن بين أمرين، بين الدعم العسكري الذي اعلنته اسرائيل وتزويدها بالذخائر منذ ايام قليله وحمايتها في مجلس الامن الدولي ودعمها سياسيا، وبين يعني هامش في الجانب الانساني الحديث عن المدنيين، حمايه المدنيين، حديث عن تحول نوعي في العمليات بحيث يتم تقليل المدنيين، وبالتالي هذا يمثل مأزق في الجانب الامريكي وموقف مزدوج حقيقه، ويعكس الفجوه ما بين اقوالها في اللي خطابها الدولي، خطابها الانساني، خطابها المساعدات، وما بين افعالها الارض في دعم اسرائيل واعطائها الضوء الاخضر في دعم اسرائيل وارسال اسطول من الحرب والمساعدات الاسرائيليه التي تاتي الى اسرائيل كل يوم. اكيد الموقف واضح والموقف مزدوج الحقيقه، ولكن يبقى القرار الاخير الذي نتمناه وهو وقف إطلاق النار، نتمنى أن يأتي هذا القرار. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد السيد أحمد المتخصص في العلاقات الدولية بالأهرام. زي ما احنا تابعنا، ما انت تسأل نفسك السؤال اللي كلنا بنسأله، هي أمريكا فعلا ممكن توقف وقف إطلاق النار أو إنها تلتزم بموضوع وقف إطلاق النار؟ ما هو يعني أن يطول الحرب، أن تطول هذه الحرب في قطاع غزة، مزيد من الأسلحة اللي بتروح، مزيد من الدعم، مزيد من السند اللي موجود لإسرائيل طول الوقت، ومزيد أيضا من إبقاء إسرائيل على موقفها وكأنها الآن في حالة القوة، هي تدافع عن نفسها. ولكن هل يبقى الموقف كما هو؟ هل تتغير الأيام؟ هل يؤثر تغير الموقف الغربي بعض الشيء بالتأثير على أمريكا؟ هل تغير الشارع الغربي والشارع الأمريكي اللي أصبح الآن يؤمن بالإنسانية ويرى أن ما يحدث في قطاع غزة ضد الإنسانية؟ كلها مجرد أسئلة ننتظر فيها الإجابة من الجانب الأمريكي. ما زلنا نتواصل معكم، فصل قصير وأعود وأستكمل معكم باقي فقرات الليلة من 9، أرجوكم عودوا إلينا بعد قليل. هي باسم وزارة الشباب والرياضة وزملائي بنتقدم بكل وكامل الشكر والتقدير للمهندس حلمي جويش رئيس مجلس إدارة مجموعة الجويش، وأيضا يعني هقول كده لابن البار اللي تعامل معانا في بداية العمل ورؤيته وثقافته، لأن هو اللي كان قدامنا وإحنا بنتناقش، سواء سيد وكيل وزارة القاهرة أو زملاء في قطاع الاستثمار في البدايات. المهندس عبد الرحمن جويش أنا بشكرك جدا على التعاون والوطنية وجذب المجموعة كلها للتعاون في هذا الدور الوطني. عاملين شراكة النهاردة وبروتوكول تعاون مع شركة لارز للتنمية العمرانية لرعاية ودعم 5 مشروعات رياضية وشبابية، مشروع القومي للجينوم، مشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، دوري مراكش الشباب، الاتحاد الرياضي الاتحاد الأفريقي للرياضة الجماعية، الدبلوماسية الشبابية.
احنا محتاجين الفتره دي تناغم وتكاتف من القطاع الخاص والاقتصادي ان هو يبقى فيه تعاون مثمر مع الرياضه بشكل عام. فمن هنا شركه لارز قدرنا نتعاون معها في هذا البروتوكول بمبلغ مالي كبير لرعايه المشروعات اللي انا اتكلمت عليها كمسؤوليه مجتمعيه من الشركه ودعم ورعايه للابطال الرياضيين بشكل عام يعني. والله هو الحدث الحقيقه اللي بيحصل في الفتره الاخيره ان هي مساهمه رجال الاعمال ورجال الصناعه المصريين في الدعم المادي للابطال الرياضيين. وده طبعا جاء من نتيجه للنتائج الكبيره اللي حصلت في الفتره الاخيره في التاهيل للاولمبياد. وانت عارف حضرتك في نتائج في المصارعه، في نتائج في رفع الاثقال، في نتائج في السلاح، في نتائج في الخماسي الحديث. فالنتائج دي اهلت ناس كتير حاليا للاولمبياد، وبالتالي احنا محتاجين ميزانيات اكبر. طبعا الدوله مش بخيله على الاداء، لكن بتدي امكانيات، بس احنا محتاجين فعلا، لان الوقت كمان في اشتراك. لازم بعض الاتحادات الدوليه عملت ان الرانكينج الخاص باللاعب في العالم بيتم بناء على اشتراكه في عدد كبير من البطولات. بصراحه الفتره اللي فاتت السيد الرئيس وجه في الحته دي من 2018 في استراتيجيه الوطنيه لبناء الانسان، ومن برضو من هذا المنطلق احنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر، لان احنا عارفين ان في كوادر موجوده هنا وعايشين وسطينا، بس فعلا محتاجين حد يكتشفهم. وفي بالفعل حصل السنين اللي فاتت في ناس كتير طلعت لما حصل معاهم الكلام ده، فاحنا عايزين نساهم ولو بجزء صغير ان احنا نكتشف مواهب جديده ونساعد الناس ان هم يوصلوا للاولمبياد. اهلا بحضراتكم. انا عايزه ادعوكم تيجوا معايا في هذا الزوم، نروح فيه الى امريكا وتحديدا الى كاليفورنيا، وتابعوا معايا الخبر ده. قرر محمد الشربيني، امريكي من اصل مصري، قرر ايه محمد؟ قرر الترشح لانتخابات الكونغرس الامريكي عن ولايه كاليفورنيا، وطبعا بتجري الان في مراحلها الاولى في مارس المقبل باذن الله، علشان يكون الصوت العربي الوحيد في الكونغرس. يتمتع محمد الشربيني وهو رجل أعمال من أصل مصري يقيم في ولاية كاليفورنيا بعلاقات قوية جدا مع العديد من الشخصيات الأمريكي، وده أكيد مش هيترشح كده إلا لو كان عنده علاقات قوية مع رجال السياسة والأعمال ويكون له وجود وليه أيضا شعبية كبيرة، وده من خلال مسيرته وعمله في مجال السياحة. ده كمان اللي شجعه على الترشح لعضوية الكونغرس الأمريكي. عبر الزوم من كاليفورنيا هيكون معايا الأستاذ محمد الشربيني اللي هرحب بيه. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا، صباح الخير بالنسبة لنا ومساء الخير. أيوة بالنسبة صباح الخير بالنسبة لك. الساعة كام عندك دلوقتي؟ دلوقتي الساعة عندي واحدة. واحدة الظهر. طيب. واحدة نهاراً. أهلا بيكي أهلا بحضرتك. يعني إحنا متابعين البرنامج بتاعك والإعلام الراقي من برنامجك يعني. أشكرك. طيب خليني كده يعني أعرف هذا الخبر، لماذا قررت الترشح إلى الكونغرس وحتكون أنت فعلاً الصوت العربي الوحيد اللي موجود في الكونغرس؟ إن شاء الله أكون الصوت المصري والعربي الوحيد في الكونغرس. المؤشرات إيجابية بالنسبة لي، وطبعا انا قبل كده دخلت انتخابات المير للمحافظه عندي في دينفيل، واسعدني الحظ ان انا اترشح قدام 9، وكانت منافسه شرسه، والحمد لله طلعت الثاني بعد التو انكمبنتس. فدوت يعتبر وسام شرف ليا كمصري ان انا بخوض انتخابات في بلد مليانه طبعا احزاب كتيره ومليانه ايثنكس كتير جدا هنا. فده شجعني ايضا ان انا اخد حقي في الحكم هنا في امريكا كمواطن امريكي طبعا، وان انا اقدر ازيد من الاحتياجات اللي الدايره عندي محتاجاها، اللي هي الدايره عندي بتكون 12 محافظه يعني. طيب حضرتك بقالك كام سنه يعني عايش قد ايه في امريكا؟ بقالك كام سنه؟ انا بقالي 38 سنه، واخر ترشحي كنت واخد دعم من الحزب الجمهوري من امام 7 امريكان من اصل امريكي ابيض يعني، وكنت انا الثاني اللي واخد الدعم، 2 بس من 7،
وحاليا انا نازل مستقل، مش نازل تبع الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي. طيب يعني اولا بحييك لان لهجتك واضحه جدا والعربي عندك قوي وايه الحمد لله، يعني لانه معظم اللي بيقعدوا اكثر من 30 سنه بيبقى بقى عارف العربي، العربي بيكون كده مش موجود يعني. طيب بما ان احنا بنتكلم على العربي وقوه اللغه العربيه دي حاجه مهمه، ولكن سؤالي هل تنوي ان يكون ان تكون انت الصوت العربي، ان تدعم القضايا العربية المهمة؟ أنا عارفة أنه في جاليات عربية كثيرة موجودة، وعارفة أن في أقليات، وعارفة أن في عنصرية، وعارفة أن في مشاكل، هل ده موجود في البرنامج الانتخابي بتاعك، أو يعني موجود يعني تنوي أنك تكون صوت هذه القضايا؟ أكيد طبعا أكيد، والتاريخ بتاعي في أمريكا من ساعة ما أشاء الحظ أن أنا أجي لأمريكا بالصدفة عن طريق الشغل بتاعي، ما كانتش في نية أن أنا أهجر لأمريكا خالص يعني. لكن أكيد خلال 38 سنة اللي أنا قضيتها هنا في أمريكا، خلال عملي وعلاقاتي مع كل الجاليات ومع المنظمات ومع اليونيسف ومع اليو إن ومع other organizations يعني، عملت طبعا ان انا اكون صوت مصر وصوت العرب، ودفعت عن كل القضايا الاقليميه في الشرق الاوسط يعني، ودفعت ايضا عن حوارات الدين والاسلاموفوبيا. لا أيوة. انا ليا مجهود جامد الحمد لله افتخر بيه يعني. طب كمصري طبعا وعربي. طب ايه الجوانب الايجابيه اللي تمنحك النجاح في الانتخابات؟ يعني اكيد كل واحد بيبقى عنده استطلاعات، بيبقى عارف مين المنافسين اللي قدامه. وضعك انت يعني ايه اللي يميز محمد الشربيني كرجل مصري، حتى لو انت يعني موجود وعايش طول الوقت ده في امريكا، ولكن ما اللي يميزك في الدائره اللي انت موجود فيها؟ سؤال جميل جدا فعلا. اللي يميزني الحمد لله ان انا صادق في وعودي وفي الحملات الانتخابيه اللي خططتها قبل كده، زائد علاقاتي القويه بالاعضاء سواء في المحليات، المراكز المحليات او المنظمات المحليه او مع النيابه او مع الشرطه او مع المحليات او مع مثلا منظمات زي مثلا الريد، الأمريكان هارت أسوسيشن، الداون سندرومز، وكنت سفير للتشامبر أوف كوميرس بتاع دانفيل وسان رامون. وإن ماتر أوف فاكت يعني أنت علاقاتك كلها جيدة بالإن جي أوز أو المنظمات بشكل عام تشامبر لمصر قبل كده في حياتي. وطبعاً الانفولفمنت والتبرعات اللي أنا عملتها قبل كده في الدائرة معايا وبرا كاليفورنيا، ده بيساعدني إن أنا أكون يعني الحمد لله يعني علاقاتي وخدماتي بتساعدني اني انا اكون مرشح قوي، زائد في نفس الوقت ان انا نازل مستقل يعني بناء على الدراسات اللي هو مدير الكامبين الحملة بتاعتي الانتخابية والاعضاء الفولنتيرز والاعضاء التانيين المعينين في لجنة الانتخابات. لقينا ان الامريكان تايرد، لان بعد بريزيدنت ترامب لما جاء عمل انقسام بين الشعب الامريكي، فحاليا معظم الدائرة عندي أو معظم الشعب الأمريكي يعني بنسبة مثلا أقول 30% عايزين يلاقوا حد يكون ما عملش انقسام بين الشعب، فكله بيدور دلوقتي على حزب مستقل يعني. احنا بناء على الدراسات ناس كتيرة جدا حيوني ان انا نازل مستقل مش ريبابليكان زي ما كنت قبل بس كده، بس عارف يعني على قد ما حضرتك نزل كل الإيجابيات ديت وتاريخي الحمد لله في الخدمات للمقاطعة هنا أو الدائرة زي ما بيقولوا، الحمد لله مساعدني كتير جدا مع علاقاتي طبعا أكيد القوية يعني. أكيد طبعا يعني وجود حضرتك وانت نازل يعني بصوتك المستقل مش من خلال حزب أو حزب بيدعمك، بس صح. هي كمان بتؤكد بأنه يعني الشعوب لم تعد مع الأحزاب قلبا وقالبا، يعني أحيانا الناس بتختلف مع الأحزاب. طيب وجودك في ولاية كاليفورنيا ولاية مهمة جدا في الانتخابات بشكل عام، وحتى في الانتخابات الأمريكية هي ولاية مهمة الحقيقة. خليني أسألك سؤال عن الانتخابات الرئاسية المصرية، أكيد أنت انتخبت من الخارج يعني أكيد كنت موجود في الانتخابات طبعًا. الرئاسية المصرية طبعا كان ليا شرف طبعا ان احنا ننتخب عن طريق قنصليه لوس انجلوس، وكنت انا اتمنى ان القنصليه دي تفضل في سان فرانسيسكو، بس anyway هي في لوس انجلوس دلوقتي. وكان لينا شرف،
ان انا الاقي مثلا سياده الرئيس ان هو شايل على عاتقه كل المسؤوليات الاقتصاديه والاقليميه والتحديات الاقتصاديه والسياسيه، وان هو يجازف ايضا بوقته وبحياته بدل ما يعيش حياه مستقله، ان هو يدافع عن مصر وحقوق مصر من كل الاتجاهات. دي حاجه جميله جدا يعني، ان انا افتخر بيها وبحييه وبهنيه طبعا على نجاحه، واكيد ده شيء طبيعي مش محتاج هو تهنئه، لان الشعب المصري واقف وراه قلبا وقالبا يعني، فدي حاجه معروفه وبهنيه وبتمنى له كل خير، وهو راجل المسؤوليه يعني. أكيد، وأكيد يعني إحساسك بالنتيجة وإنه المصريين في الخارج شاركوا هم كمان كانوا جزء من يعني نجاح هذه النتائج وأيضا نجاح الوعي المصري يعني. أكيد الوعي المصري الحمد لله جميل جدا، ودايما اسمحي لي إن أنا أقول يعني إن الشعب المصري الجميل دوت ملوش كتالوج يعني، حتى ديسبايت كل التحديات دايما الفكاهة والابتسامة طبعا على وشه، وشعب قوي وعظيم وتحمل كتير جدا. لما تبصي حوالينا هتلاقي مثلا احنا عندنا ضيوف بتوع 12 مليون طبعا. من كل اللي تجي سواء من العراق او من سوريا او من السودان او من ليبيا او من اليمن، وكلهم الحمد لله مش قاعدين يعني في مصر كده، لا دول بيعملوا استثمار طبعا. لا في مصر. هم ضيوفنا ومحنا مصر حضن للجميع. واحنا ما بنقولش عليهم واحنا ما بنقولش عليهم لاجئين، احنا دول ضيوف وده وطنهم طبعا. فان احنا مصر تتحمل المسؤوليه ديت وتشوفي الخطر اللي علينا من كل الجوانب، ما فيش بلد في العالم في موقف زي مصر يعني، من كل الاتجاهات في خطر علينا. أكيد. فإن الشعب واعي جدا إن هو يتحمل وعارف إيه الخطر اللي موجود، والحمد لله الشعب وقف جنب طبعا سيادة الرئيس ومعالي وزير المخابرات عباس بيه كامل والجيش، إن هم يقضوا على الإرهاب وعلى الإخوان، لأن أنا ذات نفسي أنا بحارب هنا من الإخوان. أكيد. يعني آخر انتخابات ليا الإخوان وقفوا ضدي في الدعم المعنوي ضد ووقفك علشان أنت مش منضم لصوتهم. نعم؟ عشان أنت مش منضم لصوتهم، أنت مش معاهم. أيوه أنا مش معاهم خالص، وبالتالي عملوا كومبينيشن وطلبوا عدم الدعم المعنوي والمالي من الجالية الإسلامية والمسيحية المصرية والعربية، عشان أنا بدعم الحكومة بتاعتنا لأن هم إخوانهم للأسف يعني. لكن بالنسبة لي ده ما يفرقش معايا أي حاجة خالص، لأن دول أقلية مصر كلها وصوت موجودة ضعيف بتدعم أولادها في كل مكان. قيمة أكيد. مع احترامي يعني. أكيد أنت ابن مصر ومصر بتدعم أولادها الشرفاء، نتمنى أن أنت تكون صوت مصر. ولما سألتك سؤالي ما الذي يميزك في يعني وجودك في هذه الدائرة والانتخابات الأمريكية أمام انتخابات الكونغرس، اللي يميزك أنك مصري. فمحمد الشربيني المصري، أتمنى لك التوفيق، ونتابع معك بإذن الله. ما زال وقت أمام الانتخابات في مارس المقبل، كل التوفيق لأول يعني صوت مصري يترشح في الكونغرس. أشكرك شكرا جزيلا من كاليفورنيا الأستاذ محمد الشربيني. طيب خليني أعود إلى مصريين جمال في كل حتة الحقيقة يعني، أتمنى كل المصريين يكونوا موجودين ويقدروا يحققوا نجاحات مختلفة، وده شيء واضح على فكرة موجود في أمريكا في دول غربية وفي دول عربية، المصريين موجودين في كل مكان بإذن الله. طيب خليني أروح لموضوع تاني، الموضوع الحقيقة موضوع إنساني وموضوع عظيم، لأنه الشخص اللي هتكلم عليه حقيقي شخص عظيم، حقيقي شخص عظيم. يعني أنا بسميه مش مجرد ناقد، هو ناقد وفنان وإنسان. أنا يعني تعاملت معاه كثيرا جدا، ولي الشرف إنه هو يكون أستاذ نتعلم منه، الأستاذ العظيم يوسف شريف رزق الله. اللي هكلمكم عنه هي لافتة، لافتة عاش هنا. هذه اللافتة اللي بتقدم من خلال طبعا يعني زي ما انتم شايفين في الصورة، ده موقع اللافتة عاش هنا. لافتة يعني الحقيقة بيبقى مكتوب عليها انه عاش في هذا المنزل وعاش من الفترة دي الى الفترة دي، وهي تقدير. قصة كبيرة، خصوصا ان اللافتة اللي كانت موجودة على منزل الناقد الكبير والإعلامي طبعا القدير الأستاذ الراحل يوسف شريف رزق الله، كانت موجودة على أمام بيته. وطبعا اللي بيقدم هذه اللافتة جهاز التنسيق الحضاري، وهي الحقيقة مشروع لطيف جدا وإنساني بشكل كبير. اللوحة على منزل أستاذ يوسف كانت موجودة في مصر الجديدة، وبعدين احنا تواصلنا الحقيقه مع نجلو الاستاذ احمد رزق الله وعرفنا تفاصيل مختلفه، لانه الحقيقه استاذ احمد قال ان المفاجاه ان اللوحه كانت موجوده فعلا،
من 3 سنين، وزي ما انتم شايفين اللوحة ما فيش، اللوحة بيبقى عليها شكل نحاسي، عليها الكتابة، اللوحة عبارة عن ما فيهاش الشكل النحاسي ولا الكتابة، هي عبارة حاجة خشب كده محطوطة كده على الحيطة، وده من 3 سنين. اللوحة اتسرقت، تخيلوا لما اللوحة تتسرق ايه اللي حصل. خليني اعرف تفاصيل اكتر الاستاذ احمد رزق الله. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني انا ليا الشرف اني اكلم اي حد من عائله استاذ يوسف، واستاذ يوسف يعني مش بس استاذنا وزميلنا ورئيسنا، يعني فلينا الشرف ان احنا الحقيقه نتكلم عن اي حاجه تخص استاذ يوسف شريف رزق الله. كلمني على هذه الواقعه. متشكر اولا على كلام حضرتك، ويسعدني ان انا اعمل المداخله دي. هو زي ما حضرتك قلتي بالظبط، هو وزارة الثقافة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري مشكورين، كانوا من حوالي 3 سنين بعد وفاة الوالد في 2019 كانوا قاموا بإدراج الوالد ضمن مشروع عاش هنا، وفعلا قاموا بإن عملوا اللوحة اللي حضرتك عرفتيها وحطوها فعلا على المدخل بتاع العمارة اللي هو عايش فيها أغلب حياته، وكانت لفتة جميلة. والحقيقة يعني هو مشروع زي ما حضرتك بتقولي لطيف، لكن هو فعلا هو مشروع مهم لأنه بيوثق لشخصيات عظيمة فعلا أثرت في تاريخ البلد، ويمكن ناس كتير خاصة الشباب ممكن ما يبقوش عارفين عنهم، لكن بمنتهى البساطة في الجميل كمان في اللوحة ان عليها QR code ممكن بخلال الموبايل بيودي اللي بيشوف اللوحة على بيشوف التفاصيل من هو يوسف شريف رزق الله وإنجازاته وما قدمه لمجال السينما مش بس في مصر لكن كمان في العالم. بالضبط. لكن للأسف ان من حوالي 5 شهور حصل ان مش فقط اللوحة بتاعت الوالد، لكن واضح ان حصل كده تنظيم ما مشي يلم في اللوحات اللي متعلقة في كذا. طب هو ايه اللي حصل استاذ احمد؟ يعني لانه الصورة اللي عندنا الاولانية باين ان اللوحة كانت موجودة، يعني القطعة الخشبية موجودة، ولكن القطعة النحاسية اللي هي بتكتب عليها هي اللي اتسرقت. يعني احنا شايفين اهو مخرجنا جابها تاني، شايفين انه تم سرقة النحاس. بالضبط. هي طبعا ليها يعني قيمة ما، وده يليق بالأسماء العظيمة دي، فهي فيها جزء نحاسي قد يكون بالنسبة لحد معدي في الشارع ممكن تبقى حاجة ممكن يعني يجنوا من وراها مبلغ ما، فبالتالي يعني هو بيسرق النحاس ده علشان يبيعه. يعني مش معقول، يعني اللوحة باينة اهي، هم سرقوا النحاس وسابوا الفريم الخشب. طب هل حضرتك بلغت التنسيق الحضاري؟ لانه واضح ان ده ممكن تكون يعني تنظيم عصابه افراد ايا كان، هل تم بلغت؟ انا بلغت فعلا، لان انا اصلا يعني حتى العماره المقابله للعماره اللي فيها كان عايش الوالد هي برضه فيها كان لوحه للفنان العظيم الراحل نظيم شعراوي. أيوة. وبرضه اتسرقت في نفس اليوم، اتسرقت يعني اذا المنطقه على بعد 200 متر في العماره الشهيره بتاعت الفنانه الراحله المنتجه اسيا، وكان معروفه بعماره اسيا، وكان فيها برضه حوالي 3 لوحات اتسرقت هي كمان ما بقوش موجودين. فانا يومها يعني اتخذت الاجراءات الاولا القانونيه ان انا بلغت في الاسم، رغم ان اللوحه لا تعتبر ملكيه خاصه لكن هي في النهايه ملكيه للدوله طبعا، فبلغت من اجل ان يبقى فيها يعني. بس هو واضح ان المجموعه دي طبعا تواصلت مع الاستاذ الناقد الكبير طارق الشناوي لانه عضو في اللجنه المسؤوله عن المشروع، وبلغته بالموضوع وهو فعلا بلغ الجهاز، وطلع ان فعلا هم على علم ان في خلال الفتره اللي كان ساعتها ده كان شهر 7 ان كان في كذا لوحه اتسرقت. بس بص يا استاذ احمد، واضح ان اللوحات دي استاذنك، واضح ان اللوحات دي في منطقه واحده، يعني حضرتك بتقولي ان العماره المقابله وفي اول الشارع، يعني واضح ان هي في منطقه مصر الجديده في الشارع ده، يعني هم يعني تولوا الشارع كله يعني. مظبوط. بس اعتقد يعني ان اتضح ان لا كمان في مناطق ثانيه على حد علمي في الزمالك، بس طبعا يعني على فكره ممدوح يعني زوجي الفنان العظيم الراحل رحمه الله عليه، احنا عندنا لوحه على البيت برضه، فانت هتخليني امن على اللوحه دي؟
يعني لانه واضح انه في اتجاه لسرقه النحاس اللي عليها ده. ده للاسف. فطبعا يعني انا من خلال حضرتك برضو يعني انا تم تبليغ الجهاز التنسيق الحضاري والاستاذ محمد الرشاده، ومن خلال برضو البرنامج بناشد طبعاً. ان برضو لو في امكانيه ان يتم عمل لوحة تانية، واحنا حتى مستعدين نتحمل التكلفة لو في أكيد. حاجة يعني ممكن نساعد بيها، لان في النهاية هي قيمة بالنسبة لنا كعائلة يوسف شريف رضي الله، لكن كمان أعتقد حاجة مهمة لتخليد يعني الحاجات الجميلة. أعتقد تخليد الرموز اللي قدموا لنا الحقيقة كل الخير. أنا بوعدك أستاذ أحمد رزق الله نجل الناقد الكبير والإعلامي القدير يوسف شريف رزق الله، أن احنا كمان نتابع معاك الموضوع، ومش بس علشان هذه اللوحة الخاصة بالأستاذ يوسف شريف رزق الله، ولكن باقي اللوحات اللي موجودة في نفس الشارع ونفس المنطقة. وأعتقد أنه يعني جهاز ومشروع التنسيق الحضاري هيهتموا معانا باذن الله تعود هذه اللوحات ويبقى في امن وامان. ويبقى يعني اولا اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد رزق الله، وان شاء الله نتابع مع حضرتك باذن الله. لكن الحقيقه سؤالي هنا، يعني مش معقول ان احنا نوصل، يعني دي رموز مهمه جدا في بلدنا، رموز غايه في الاهميه، ناس قدمت حاجات كتير جدا للبلد، ناس عملت الحقيقه مجهود كبير في اشياء كبير. الناقد العظيم يوسف شريف رزق الله كان من اهم النقاد في السينما، مش بس في مصر، المهرجانات المصرية والعربية والدولية يعرفون من هو يوسف شريف رزق الله. يعني لما تروح مثلا مهرجان كان وتقول لهم الناقد الفني المصري يوسف شريف رزق الله، عظيم سلام، معروف مين أستاذ يوسف شريف. تروح مثلا في مهرجانات موجودة في فينيسيا، برلين، مهرجان المهرجانات اللي موجود في لندن، في بريطانيا، الجميع يعرف قدره. فبالتالي هذه الرموز وغيرها بقى من الرموز الأخرى مهم جدا أن احنا نحافظ، ومهم أن يكون في وعي. أتمنى أن الناس اللي بتدخل على السوشيال ميديا، إيه رأيكم أن احنا نعمل هذه الحملة أنه نوقف العصابات دي، أو الناس اللي ما عندهاش وعي أنها تسرق النحاس ده عشان تسيحه أو تعمل فيه أي حاجة، الله أعلم. لكن في النهاية طبعا بتكسر رمز ومشروع مهم ولطيف يبقى موجود ومنور المناطق بتاعتنا بالناس اللي عايشوا في بلدنا، وقدموا الخير وقدموا التنوير والثقافة لهذه البلد. إن شاء الله نتابع هذا الموضوع ونفضل في التاسعة على متابعة بإذن الله، ونقول لحضراتكم اللي بيحصل. طيب خلينا نرجع تاني نقول إنه بكرة يعني الساعة 4:30 العصر هيواجه الأهلي نادي أوراوا الياباني على المركز الثالث، والميدالية البرونزية. وأنا بتمنى ونتمنى كلنا كل الخير للنادي الأهلي، وطبعا ده في كاس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية، وبنتمنى أن إن شاء الله الاستعدادات وأن الأهلي يستعيد لياقته يستعيد قوته، ونشوف كده مباراة زي المباراة الأولى اللي كانت أمام الاتحاد جدة، ونشوف كده يعني تكنيك تاني، ونشوف كده إن شاء الله الأهلي يعود إلى الفورمة بتاعته زي ما نتمنى. خلينا نروح للناقد الرياضي هاني عبد الصبور علشان نسأله مزيد من التفاصيل وروح النادي الأهلي عاملة ازاي. مساء الخير أستاذ هاني. مساء النور على حضرتك أستاذة وعلى كل السادة المشاهدين. يعني قولي كده سريعا، يعني النادي الأهلي أولا الإحساس إيه؟ الاستعداد إيه؟ الكواليس عاملة ازاي؟ خلينا نقول لحضرتك ان كان في حاله حزن شديده جدا بعد الهزيمه امام فلومينينزي البرازيلي. اللعيبه يعني قعدت 24 ساعه في حاله حزن كبيره جدا. بعد كده الشناوي وعلي معلول والكباتن الموجودين في الفريق عقدوا جلسات مع كل الفريق، على سواء جلسات جماعيه او جلسات منفصله في حضور الدكتور النفسي، وكله اتكلم في فكره ان احنا خلاص مرحله وعدت، ولازم لصالح الجماهير بالميداليه البرونزيه ونحقق الفوز على وراوة من اجل تحقيق الميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخ النادي، وده هيبقى رقم قياسي جديد ليضاف للارقام القياسيه للنادي الاهلي. وما ينفعش يكون جينا السعوديه وما نطلعش على منصات التتويج على الاقل نرضي جمهورنا اللي كان ورانا في كل المباريات. طب استاذ هاني عايز اسالك، هل في تغيير في التشكيل؟ هل هنتفاجئ بقى ونتيجه للمباراه اللي فاتت يبقى في تغيير تاني او في فكر تاني؟ لا، خليني اقول لك ان هو مستر كولر هيبدا يعني بنسبه كبيره بنفس التشكيل. لو كان فيه تمرين من شويه انتهى منذ لحظات، التمرين كان فيه اخطاء
اختبارات بدنيه لبعض اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي. الحاله البدنيه للاعيبه هي اللي هتحكم، ما عدا ذلك يعني اللاعب اللي مش قادر بدنيا مش هيكون موجود في التشكيل، اللي عدا ذلك مش هيكون في تغييرات في التشكيل، لان كولر شايف ان ده التشكيل الامثل والافضل للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. طب انا عايز اعرف منك اوراوا، يعني هذا الفريق الياباني الاسيوي، كلمنا عنه لان اعتقد الناس ما عندهاش معلومات كتير عنه كفريق، كقوته، كتاثيره. خلينا نقول لحضرتك ان هو فريق من الفرق اللي يعني مش قويه جدا في اسيا، لكن فاز بدوري ابطال اسيا، كنا شفناه كلنا امام مانشستر سيتي، كان في يعني تعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني فريق نهار. طبعا بشكل عام الفريق عنده سرعات كبيره جدا بيتميز بيها، لكن على المستوى التكتيكي مش في افضل حاله، وان شاء الله الاهلي قادر على تحقيق الفوز. طب هل اقدر اقول اي توقعات كده؟ ان شاء الله الاهلي يكسب 2-1 باذن الله. 2-1 ان شاء الله يكسب باذن الله، نتمنى ويحصل على الميداليه البرونزيه فريق النادي الاهلي غدا باذن الله في الرابعه مساء باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، كل التوفيق للنادي الاهلي. الكوره الحقيقه بتبسط الناس وبتبسطنا، يعني اي حد بيلعب باسم مصر او بيبقى بيلعب حتى باسم نادي كبير زي اسم النادي الاهلي، اكيد ان شاء الله نتمنى ليه الفوز. النهارده 21 ديسمبر كمان بيصادف عيد ميلاد امير الغناء العربي هاني شاكر، فنان الكبير هاني شاكر احد ابرز نجوم عالم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي. وهاني شاكر الحقيقه مسيرته طويله جدا، اولا بدا وهو طفل صغير، يعني بدا هو طفل وكان في برامج الاطفال وكان بيعزف، ما كانش حد متخيل ان هو هيبقى هذا النجم العظيم اللي تملا يعني 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 اغانيه العالم العربي ويبقى له هذا الزخم الكبير في الوسط الفني. هاني شاكر اسم كبير، فنان كبير كده برضو، يا قمر علي الضحكايه علي، بحبك انا، واغاني كتيره جدا. الغريب انه هاني شاكر كنت تتخيل في بدايته، لانه عمل فيلمين وطبعا اكتشاف كبير من الموسيقار الرائع الموجي، لكن كنت تتخيل ان هو يبقى له ادوار كتيره في السينما، لكن واضح انه هو استكفى بس بمشوار الغنائي اكتر من 600 اغنيه. فالحقيقه هاني شاكر يعني يستحق لقب امير الغناء العربي ورمز كبير في عالم الغناء في مصر كل سنة، وهو بألف خير ودايما يقدم العطاء طول الوقت. بعد فاصل قصير هروح للفقرة جميلة معاكم، أنا سعيدة بالفقرة دي، ببقى سعيدة جدا لما التقي بفنانة وفنانة يكون لها تأثير، يعني تلاقي نفسك إيه تشوفها مثلا في دور زي ما شفناها في دور في مسلسل جزيرة غمام، فلما شفناها في الدور ده قلنا مين دي، ولما شفناها بعد كده في سوق الكانتو قلنا ايه العظيمه دي؟ ليه؟ لان هي غابت عن الوسط الفني 26 سنه، وبعد كده عادت وبتقدم الادوار المبدعه اللي احنا بنتابعها فيها. هي طبعا تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحيه، استاذه مش بس في يعني في الدراسه، ولكن استاذه الحقيقه في التمثيل والوقوف امام الكاميرا بادوار صعبه ومختلفه. عوده من جديد بمنتهى القوة بأدوار كثيرة متنوعة، هتكلم معاها فيها بالتفصيل وأعرف حكاية الغيبة. 26 سنة وأنا فنانة وشاطرة وأقدر أقدم كتير، ده اللي هعرفه من الفنانة الأستاذة عايدة فهمي اللي هتنورني بعد قليل في التاسعة. أرجوكم كونوا معنا. أنا بحب جدا الفنانين بتوعنا والرموز، وبحب لما نتفرج على عمل وبعدين تقف كده وتقول مين الفنانة العتويلة دي؟ يعني دايما الجملة دي، مين ده؟ إيه الأداء ده؟ مين دي؟ رغم إن هي تكون بدأت ودرست وبذلت مجهود. والجميل إنه الإعداد عندي جايب لي يعني الحقيقة إيه؟ رسالة دكتوراه، يعني مش فقرة، رسالة دكتوراه، علشان هي قدمت حاجات كتير جدا. ممكن احنا احيانا وما بيهمهاش اسمها يبقى فوق تحت مين، يهمها دايما ان هي يتقال عليها نفس الكلام، انا فنانه وممثله وبحب اعمل ادوار مميزه. عايدة فهمي زي ما قلت في البدايه شفتوها في اعمال كتير، وببساطه جدا هنتكلم عن كل الادوار. منورانا في بيتها في التلفزيون في التاسعه. مساء الخير. مساء الفل عليك. منوراني. هنسيب بقى شهاده الدكتوراه بتاعتك دي ونتكلم من القلب. اتفضلي. يعني
ايه الغيبه دي؟ اتخرجتي سنه 1980 82 ايوه، وواضح ان انت يعني دي كانت دراستك، انا ست بحب الفن وهدرسه وهتوجه ليه، وبداتي فعلا وعملتي ادوار مميزه وافلام ومسلسلات. كلميني عن الفتره دي، عن الفتاه الشابه عايده. كنت بادئه من المعهد ممثله شاطره ومتميزه وطالعه في جيل كله فنانين كويسين جدا، يعني طالعه في جيل دفعتي في المعهد كلهم بقوا نجوم، وكنا شاطرين قوي وقتها. والمعهد العالي للفنون المسرحيه هو بيتنا اللي علمنا، اللي طلعنا من خلاله. وقتها كان كل المخرجين تقريبا بيجوا يتفرجوا على مشاريع التخرج بتاعتنا، ده كان حاجه عظيمه جدا طبعًا. جدا ارجو ان ده يحصل دلوقتي طبعًا. كانت هي الكاستنج هو ده بالظبط كده بالظبط، فكانوا بيجوا يتفرجوا وبياخدوا مننا المتميزين والشاطرين يعني. فبدات واشتغلت بشكل كويس جدا في الاول. ففي حد شاور عليكي في طبعا المشاريع؟ الاستاذ المرحوم عاطف الطيب ده. أيوه. ده بدايه يعني. وبعدين بعد كده بقى خدتنا الحكايه لغايه ما الاستاذ جمال عبد الحميد في ارابيسك، ومشيت يعني في الخط ده لغايه ما حصلت لي عطله، يعني عطله عن الدراما، مش عن الفن عموما، لا عن الفيديو والدراما والاعمال الدراميه. انما انا كنت موجوده يعني زي ما حضرتك قلتي او زي ما انا قريت انه 26 سنه انا بعيده عن الفن. مش دقيق يعني الموضوع. مش دقيق، انا موجوده، انا موجوده بس فاتحه لنفسي تراكات تانية غير الاعمال الدراميه. انا عرفت عملتي ديزني، عملت ديزني طبعا كالة. طبعا فأكيد طبعا كل الاطفال حاجات كتير طبعا وحاجات كتير، ودي حاجات صعبه يعني. خليني اقول كمان للمشاهدين انه الممثل او الفنان اللي بيتم التعاقد معاه عشان يعمل صوت دوبلاج لشخصيه تاثر في الاطفال في العالم العربي كله او الدول الناطقه باللغه العربيه، او حتى لانها بتبقى كمان مدبلجه، مش سهل، بتدخله اوديشن ويجرب الصوت لحد ما. والشخصيه دي مؤثره جدا كالة. طبعا. وبعدين حبيتي تروحي وقتها لمجالات تانية يعني الواحد يتحدى نفسه فيها؟ بمعنى يعني انت تحديتي نفسك في ده انك تعملي الشخصيات دي وتنجحي؟ طبعا. عايزه اقول لك بس بمناسبه ديزني ان وقت ما عملنا ده انا عملت حاجات كتير جدا جدا لديزني يعني. فوقت ما عملت ده عملت كالا، بقى الممثله اللي هي عامله الدور اللي هي في الاوريجينال يعني، بقت كل ما تعمل حاجه تمثل حاجه على طول بيبعتوا يجيبوني انا اشتغل مكانها، يبعتوا من امريكا يعني. يجيبوني من غير ما ادخل كاستنج ولا حاجه، لا. الممثله دي هي اللي صوتها منطبق على الممثله الامريكانيه دي. فانتوا بقيتوا توأم بعض. بقينا توأم، فكل حاجه عملت مثلا فيلم لايف اسمه اختطاف طائره الرئيس. ايوه دبلجناه. فانا اللي عملت دورها بطله يعني. عايزه اقول لك انه ديزني ما بتختارش اي حد طبعا. فالحمد لله الحمد وبصمة لله. وبصمه الصوت مهمه طبعا. طيب يعني في الوقت اللي انت رحتي فيه للمجالات دي ومهمه وليها تاثير، الدراما ما كانتش بتوحشك؟ بتوحشني بس مش بمزاجي يعني، مش بايدي يعني، دي حاجه مش بايدي خالص، بايد الاخرين اللي شايفين وعايزين يحطوا الممثل ده هنا وده هنا. بس ارجع اقول لك تاني ان انا مش بس رحت لده، انا الوقفه الحقيقيه فعلا اللي خطفتني هي المسرح طبعا. المسرح خطفني خطفه طبعا. وبالمناسبه انا غير نادمه عليها اطلاقا. لانه النهارده اذا كان انا حضرتك بتقولي عليا ان انا متميزه في حاجه والحمد لله يعني، فده المسرح ليه يد المسرح مهمة. كتمثيل ولا ادارتك ليه؟ لانك ادارتي المسرح الكوميدي. لا المسرح كتمثيل. كتمثيل كتمثيل المسرح علمني حاجات كتير جدا جدا، هو اللي سندني. هو اللي علمني كتير جدا جدا طبعًا. يعني ف يعني انا كنت غايبه عن الدراما، لكن انا مش غايبه رايحه في حته بعيده، ده انا موجوده في المسرح، موجوده هنا. فاللي كان بيروح المسرح عارف ان انا موجوده. عارف طبعا 100%، وليا جمهور الحمد لله في طبعًا. المسرح، ونميت نفسي وعلمت نفسي في المسرح، والمسرح علمني. طيب خلينا نرجع للحاجات الحلوه كلها. اتفضل. وكالا انا عايزاكي انت تقدمي كالا دلوقتي الناس هتشوفها
هيسمعوها، فطلعي بصوت كالا كده وبعدين احنا ناخد كالا. كالا الأم الجميلة الحنينة، ليه يا روحي تبكي أيامنا بخير، هات إيدك يلا في إيدي نجري ونطير. مثال يعني، ده مثال لأن أنا مش فاكرة. الأم الجميلة طبعا لما حضراتكم هتشوفوا ده تعرفوا أن الصوت هنا مهم، صوتك القرار فيه محترم يعني. أيوة. هو القرار بتاع الصوت حلو قوي. المسرح برضه والمسرح كان هو السبب. المسرح طبعا. طيب خلينا نعدي المرحلة دي، لما عدتي تاني انك تطلعي بقى في الدراما بشكلها الجديد، لانه الدراما تغيرت طبعا على مدى طبعا يعني اكتر من مرحلة واكتر من زمن وتغير ناس، تغيرت الدراما. لما رجعتي تاني والناس شافتك في جزيرة غمام وكنت عاملة دور مليحة، ما تخضتيش من رد فعل الناس لما قعدت تقول مين دي مين دي رغم انك موجودة ومعروفة يعني؟ بصي هقولك على حاجة، هو الأستاذ حسين المنباوي أو شركة الإنتاج عملت حاجة لطيفة جدا كنا زعلانين منها قوي وقتها، إنه مش كاتبين أسماء على التتر. صحيح، مش كاتبين أسماء خالص لأن معايا نجوم كبار يعني غنيين عن التعريف يعني، لكن أنا واحدة زي عاملة دور مهم كان نفسي اسمي يتكتب. بس لما اتذاع المسلسل ولقيت إن مؤشرات البحث في كل السوشيال ميديا بتسأل مين دي مين دي مين دي والدنيا اتقلبت، أنا فرحت إن أنا اسمي ما كانش موجود. أيوة جدا يعني دي حاجة حسيتي إن اتبذل مجهود أكتر من اسمك موجود عشان يعرفوا مين دي. هو كده بالظبط. فأنا اتخضيت وقتها لكن كنت قد إيه سعيدة جدا جدا برد الفعل ده. لو عملتي لي كده مقارنة يعني أتكلم معاكي برضو على الدراما مقارنة، زي ما عملتي أصيلة في البداية خالص. أيوة. وزي ما عملتي جزيرة غمام، ده زمن وده زمن، دي معطيات وأدوات وده ما. إيه التغير اللي حصل وبصراحة في وحش إيه؟ أو حلو في إيه بالنسبة لك أنت؟ لا في إيه التغير تقصدي في إيه؟ في وجودك في جوه الاستوديو في التعامل. لا طبعا أنا يعني أنا بدأ صغيرة جدا مع مخرج كبير جدا جدا اسمه نور الدمرداش، فأنا كنت يعني لا عندي وجهة نظر ولا عندي رأي ولا عندي أي حاجة خالص، أنا بدخل أقول حاضر وطيب ونعم وخلاص، وممكن ما كنش مقتنع قوي بحاجة أنا بعملها لكن ما عنديش رأي. أنا أيوة طبعا أنا لسه أصغر من كده، خبرتي قليلة بالظبط. إنما دلوقتي لا، أنا ما بيجي لي دور أنا بقعد أشتغل، أنا بقعد أذاكر طبعا. وأي حاجة عايزة أتكلم فيها بتناقش مع الأستاذ المخرج. ودلوقتي بقى فيه المساحة دي، مش عشان أنا كبرت، لا بقى فيه المساحة دي دلوقتي، الدنيا اتفتحت أكتر. أيوة. بقيت أي حاجة عايزة أتناقش فيها بتكلم مع الأستاذ وبسأله وبتناقش معاه، وفي النهاية بنوصل لوجهة نظر قريبة جدا من بعض يعني. أكيد. فطبعا دي حاجة، وإحنا في النهاية إحنا كمشاهدين بنستمتع. عارفة ليه بسألك السؤال ده؟ عشان بحس كمان إنه الفنان لما بيوصل لمرحلة النضوج بيبقى أكثر يعني استمتاع بأدائه جدا. من أجمل المسلسلات اللي قدمت الحقيقة على الشاشة حقيقي. مسلسل جزيرة غمام، المتعة اللي كنا بنشوفها إحنا كمشاهدين، أنتوا كنتوا حاسين نفس المتعة دي في التصوير؟ المتعة جاية بداية من الورق، الورق في إيديكي حاجة طبعًا جميلة خالص خالص يعني. وبعدين الأستاذ عبد الرحيم كمال كأنه هو الممثل يعني. هو كاتب الأدوار الشخصيات كأنه هو اللي بيمثلها فبتنطق لوحدها يعني. وبعدين المتعة كمان أنك تبقي مع مخرج أمين عليكي. مخرج بيحب الممثل، أستاذ حسين المنباوي مخرج بيحب الممثل، يشوفك بتعملي إيه ويبروزه معاكي ويوضبه إذا كانت الحاجة عجباه ومتناسبة مع السياق، فأنت مستمتعة. المتعة بقى الأكتر من ده كله أنك تبقي في وسط أساتذة كبار. صحيح. يعني كانت ملحمة تمثيل بصراحة. يعني عايزة أقولك أن إحنا في بعض المسلسلات أدخل أخلص دوري وأجري أروح، لا أنا في جزيرة غمام أنا كنت بقعد أتفرج على رياض الخولي ومحمود البزاوي مثلا. بقعد أتفرج عليهم أنا مستمتعة بيهم. يعني في متعة، في متعة وإحنا قاعدين بنعمل. صحيح. مباراة زي اللي حضرتك شفتيها. صحيح. دي هتفضل مصر تقدم أحلى الأعمال الدرامية حقيقي. أكيد. هسألك سؤال واخد الإجابة بعد ما نطلع فصل، مش سعيدة أن أنت بطلة على منصة واتشت؟ في إيه؟ أعمالك كتيرة.
والنبي ما بشوف في اختي عايش وفرحة. انت بقى ما بتتفرجيش لكن انا هقول لك في ايه يعني. خليني ارجع لكم واقول اللي عايز يشوف الفنانة الرائعة عايدة فهمي في تنوع ادوار صوت وصورة عيش بفرحة ودلوقتي العودة وغيرها بطلة على منصة واتسون. عايدة فهمي مكملة معايا في التاسعة. ساعات بحس انه الفنانين بتوعنا اللي هم العتاولة زي ما بيقولوا بيبقوا مهمين ليه؟ لانه دلوقتي كمان حتى الدراما واعتقد ان المتحدة بتسعد انه يبقى في اكبر عدد من الفنانين كل واحد بطل في دوره، يعني طبعا في النجم والنجمه لكن كمان الابطال اللي بيبقوا موجودين مع النجم والنجمه هم كمان ابطال عشان العمل كله يبقى تقيل، وده حقيقي اللي بقى حاصل في حاجات كتير. وعشان كده الناس مثلا لما تقول مين مليحه اللي موجوده دي في جزيره غمام بتلفتي الانظار في حاجات كتير. كنت لسه بتفرج على مسلسل العوده من المسلسلات كمان الجميلة اللي فيها مجموعة من الأبطال اللي موجودين شريف سلامة طارق عماد وأسماء كتير. دورك المرأة الصعيدية، المرأة الصعيدية أصلها مذهلة يعني بالذات المرأة الصعيدية الجديدة المتطورة اللي بتحابي على أولادها بس عارفة العادات والتقاليد والأصول وانت عاملة الدور. أنا أصدقك جدا إنك صعيدية بقى من سوهاج من المنيا من جنة يعني عاملة الدور صح جدا. العودة أنا عاملة فيه الدور ده وأنا مبسوطة جدا جدا وأنا بعمله ده دور أنا كان نفسي أعمله من زمان وعملته الحمد لله مع الأستاذ أحمد حسن وهو مخرج من المخرجين اللي أنا بحبهم بحترمهم جدا جدا. برضو ده مخرج بيحب الممثل، في مخرجين ما بتحبش الممثل، في مخرج بيحط الممثل كأنه قطعة من أدواته بس لكن مش بيهتم بيه كممثل. أيوة. لكن الأستاذ أحمد حسن الحقيقة بيحب الممثل جدا. الشخصية دي أنا عملتها وأنا فرحانة بيها جدا جدا واشتغلت عليها ذاكرتها كويس جدا وعملت نفس الشخصية دي في مسرح قبل كده عملتها. طب وكنت ليه حباها؟ ليه الشخصية دي كنت عشان حبها؟ شخصية قوية فيها كل المواصفات بتاعة المرأة مش بس الصعيدية، هي يعني فيها ملامح من سيدتنا طبعًا. من الست المصرية طبعًا. عموما طبعًا. يعني اللي طبعًا. بتخاف على أولادها اللي بتحافظ على التقاليد القوية الحاكمة اللي الكلمة بتقولها الكل بيعمل لها ألف حساب. فشخصية عجباني جدا جدا، عندها ابن عمدة لكن هي اللي مدورة أيوة الحكاية صح. يعني صح. تمام. فالشخصية حلوة وأنا حباها جدا جدا وشفت رد الفعل الناس مبسوطة منها قوي. لا ولما بتجيبي البنات وتقعديهم قدامك ما حدش يعرف يغلطك. أيوة. يعني مختلفة شوية برضو إيه، لا صوتك عالي لا في تريقة ولا تهكم، يعني عارفة تعملي شخصية بشكل مختلف حقيقي يعني. حقيقي دي الأم، هي دي الأم. أيوة صحيح، هي دي الأم اللي احنا بنشوفها في بيوتنا. أيوة. فهو ده الشكل الحلو يعني. ما أنا متأثرة بالأم دي. أكيد. أنا متأثرة بالأم بتاعتنا دي يعني. لقاء حموات جامد يعني. حنان سليمان كمان جميلة حبيبتي أمورة يعني خالص. فنانة كبيرة حنان سليمان جدا جدا يعني. قمر يعني. وهنا دورك يعني الدور هنا مختلف، انت هنا رايحه تدافع عن ابنك تماما يعني. تماما ورايحه قويه وجامده ومصره انه الجوازه دي مش هتنفع. لكن في البدايه هي بادئه وهي صاحبه ابنها قوي وحبيبته وبتقعد معاه على النت وبتاع ومتصاحبين جدا قبل من ساعه ما حست ان هو داخل على قلق على قلق او مشكله خلاص. فالام لازم تقف. عايده فهمي احلامك ايه؟ يعني انت بتقدري تاخدي دلوقتي الدور النضوج اللي انت موجوده فيه بيديكي قدره ان يبقى عندك مفاتيح كتيره وبقى عندك يعني ايه مفتاح نجاح، يعني بتعملي دور بيعلم على الشاشه فبيبقى الواحد عنده ثقه. ايه الدور اللي انت نفسك تعمليه؟ والله انا نفسي اعمل كل الادوار الصعبه اللي انا ما عملتهاش في حياتي يعني. يعني في ادوار كتير انا بعمل برضو في مسلسل، أنا ضيفة شرف في مسلسل حق عرب السنة دي إن شاء الله في رمضان، عاملة برضو شخصية داية شخصية مختلفة خالص داية يعني. دي صح. هي داية بس أيوه. داية حلنجية ونصابة أيوه. وكده، فده برضو جديد علي أيوه. فأنا كل فترة عايزة أعمل لا والداية في زمن الأجيال الموجودة يمكن ما يعرفوش إيه الداية يعني. صح بالظبط كده. فلا أنا عاملة دور لطيف برضو عايزة أعمل أدوار مختلفة يعني مش عايزة أتحط في حتة واحدة يعني.
أتمنى إن أنا أختلف في الأدوار. أنا عاملة برضو، إحنا امبارح كان أول يوم بصور في مسلسل صيد العقارب مع النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق. أيوة. وبرضو شخصية أم برضو وطيبة إزاي بتعرفي تفرقي؟ لأن أنت عملتي أدوار أم كتير، طيبة وقوية وهادية ومكيرة. إزاي بتعرفي تعملي الاختلاف وأنت نفس الشخصية؟ الورق، ما هو الورق برضه هو اللي بيوجهني. أيوة. يعني الشخصية مكتوبة إزاي على الورق؟ فدي شخصية اللي أنا بقول لحضرتك عليها، دي مختلفة خالص، شخصية طيبة وزي بتاعت الأم برضو بتاعت سوق الكانتو. أيوة طبعا، برضو كانت طيبة، لكن في النهاية أنا بدي ملمح للأم دي إنها في وقت أي حاجة هتيجي على أولادها بتبقى القوة قوية، القوة اللي بتركبها فجأة كده يعني. فهي دي أمهاتنا. صح. فده ملمح مهم جدا في اي ام بتتعمل، سواء بقى ام صديقه ودمها خفيف او ام صعيديه او او او. طب عايزه اسالك سؤال، احيانا وانت جوه الوسط وبتمثلي ادوار ام قاعده، ام في بيت، ام الامهات بكل الحالات او المراه المصريه بحالاتها المختلفه، بتحسي ان احنا في الدراما المصريه بالذات قدرنا نقدم شكل الام باختلاف اشكالها المتطوره والسعديه والريفيه والبسيطه والعامله يعني نجحنا في ان احنا نعمل شكل لشكل المراه المصريه؟ نجحنا وشغالين على ده، يعني شغالين على ده جدا. على فكره المراه المصريه بقت موجوده في الدراما بشكل جيد جدا، يعني المراه عموما مش الام بس، المراه عموما موجوده في الدراما وبتكتب لها ادوار، ولا موجوده طبعا طبعا، واصل لازم هتكون موجوده المراه. مين من الفنانات اللي عايده فهمي لما تشوفها لا انا يعني تحسي ان هي تقدم المراه المصريه كما ينبغي، او تقدم ادوارها وتنوعها بشكل تلفت انتباهك تحبي ادائها؟ ناس كتير جدا، ناس كتير. مثال مثلا وفاء عامر، انا بحب وفاء عامر جدا. يعني بحب مصرية وفاء عامر قوي. مصريه، وبعدين بتشتغل على نفسها كويس جدا جدا. وبتذاكر ده انا بدي مثال. عندنا طبعا ايقونه النجاح حنان مطاوع. ايوه يعني طبعا، دي ايقونه. عملتي معاها دور حلو قوي في صوت وصوره. ايوه، ودورك كان مختلف، وفي ميتافيرس السنه اللي فاتت. في ميتافيرس كنت عامله امها. حنان أيقونة نجاح بكل المقاييس، لأنها شاطرة وبتشتغل على نفسها وبتذاكر، ومش واخدة الحكاية كده يعني، لا بتشتغل كويس جدا. وبعدين بتحب الناس وبتحب الفنانين وبتقدر الكبار، يعني نجمة بكل المقاييس حنان. أيوة مطوع حقيقي. أكيد. مش قادرة أقول لك أنا سعيدة قد إيه بوجودك معايا. أوي تقولي خلصتي. الوقت. إيه ده بقى وبعدين؟ للأسف. أنا لازم نقعد أنا وأنتي بعد كده براحتنا. أيوه بالظبط. لكن بجد أسعدتينا، وأنا سعيدة بوجودك، ووجودك في التاسعة هو تقدير لكل الأعمال الحلوة اللي بتسعدينا بيها، بتقدمي أعمال راقية جميلة، أدوار بتتعبي فيها ومجهودك بيبقى باين على الشاشة. شكرا. يعني لازم تكوني متاكده ان احنا بنحس بالمجهود اللي بتعمليه. اشكرك، والا ما كنتش ابقى معاكي النهارده. أكيد. وده شرف كبير ليا في التاسعه والجمهور التاسعه. اكيد ده بيتك تلفزيون. شكرا. طبعا. وكملي ادوارك في الدراما، ومستنياكي في رمضان ان شاء الله. لان انا بقيت متاكده ما دام دخلتي يبقى الدور هيبقى صعب جدا. ايوه ان شاء الله، وهتعملي حاجه مختلفه ان شاء الله. ارجو ان انا اكون عند حسن ظن الجمهور. عايزه تقولي ايه للست المصريه؟ أقول إيه للست المصرية؟ لا أقول كتير قوي. أقول إن الست المصرية دي عمود البلد، يعني عمود طبعا بلدنا هي الست المصرية. الست المصرية ليها كل التقدير وليها كل الاحترام وكل الحب. الست المصرية اللي بتشقى وبتتعب، وخصوصا الست اللي بتربي ولادها من غير راجل، اللي بتفقد طبعًا الراجل طبعًا في وقت من الأوقات طبعًا وبتكمل طريقها من غير الراجل، وبتبقى هي راجل وست وام واب وكل هي حاجه. هي بتبقى كل حاجه، بتبقى بابا كل وماما حاجه وكل حاجه. والنتيجه لما بتطلع جيل حلو، فكل التحيه والاحترام لتلك المراه. اكيد. انا بشكرك جدا. شكرا. فنانه المحترمه الجميله الراقيه، نورتيني عايده فهمي. أشكرك. وفي انتظارك في رمضان. اشكرك. خلاص هحضر انا كنافه رمضان والشاي بجد، ونتفرج على المسلسل سوا. طيب انا موافقه جدا جدا. انا موافقه جدا. وعد. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وكل سنه ومصر بخير، ويا رب مصر دايما في العلالي. اكيد اكيد.
بشكرك ونورتيني في التاسعة. للأسف الوقت خلص معاكم، بس تعرفوا النهاردة أنا سعيدة إيه؟ أخيراً قدرنا نعمل لقاءات فنية ونعود شوية لحياتنا الاجتماعية علشان نقدر نكون معاكم في كل وقت. فاضل 10 أيام لانتهاء السنة، لكن افتكروا دايماً إنه زي ما أنا قلت في البداية إن مصر عملت كتير قوي في السنة دي، زي ما أنتوا في كل بيت عملتوا كتير. هنكمل مع بعض بالأمل والتفاؤل، وتفضل دايماً بلدنا حلوة زي ما بنقدر نقدم فيها حاجات حلوة. ضيفتي الجميلة المتفائلة اللي بشكرها وبشكركم على كل الفقرات اللي قدمناها، غدا تلتقون في التاسعة مع فقرات جديدة. أما أنا ألقاكم في الخميس المقبل بإذن الله. تصبحوا على ألف خير.